اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد بما هديتنا ورزقتنا وخلقتنا وفرجت عنا، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية، لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. بسطت رزقنا وكبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا، ومن كل لما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا، ولك الشكر على كل حال، لك الحمد بجميع المحامد، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالم نذيرا. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك، وأرسلت إلينا أفضل رسلك، وشرعت لنا أعظم شرائع دينك، وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس. الحمد لله الصادق في قيله، قل صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين، ولما ألزم وأوجب غير جاحدين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين. اللهم لك الحمد على ما يسرت لنا من صيام رمضان وقيامه، ولك الحمد على ما وفقتنا لإتمام القرآن وتلاوة كتابك العظيم، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك
أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسابقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده يا حي يا قيوم. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم وزدنا فيه من النعم يا حي يا قيوم. اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعنا وحجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين واجعلنا فيه عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين وإلى أعلى جناتك سابقين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن يقال له اقرأ وارقأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج في قفاه إلى النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما. اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن الشقوة إلى الهداية ومن البدعة إلى السنة ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها يا حي يا قيوم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على شعوبهم يا حي يا قيوم. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم كن له مؤيدا ونصيرا واجعله لأوليائك معينا وظهيرا وعلى أعدائك سيفا شهيرا. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وما قدموا للإسلام والمسلمين فاجعله في موازين أعمالهم يا حي يا قيوم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك أن تؤمن فزعنا يوم الوعيد وأن ترزقنا الجنة دار الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود يا رحيم يا ودود. اللهم يا عالم الخفيات ويا قاضي الحاجات اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا ذا العز والجبروت أنقذ المسلمين من كل ملحد وطاغوت. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين، وعند قيام الأشهاد آمنين، وإلى أعلى جناتك سابقين. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومن مراتع الدود إلى جنات الخلود. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم ارحمنا في القبور إذا وارانا التراب وتركنا الأهل والأصحاب وهجرنا الإخوة والأحباب. اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ارحمنا عند الموت وهون علينا سكرات الموت. اللهم ارحمنا عند سؤال منكر ونكير، وارحمنا إذا خالطنا الديدان يا رب العالمين. اللهم ارحمنا يوم الفزع الأكبر واجعلنا من الآمنين. اللهم ارحمنا عند تطاير الصحف وارحمنا عند نصب الصراط. اللهم ارحمنا إذا دنت الشمس من رؤوس العباد. اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم اجعلنا إخوانا على سرر متقابلين يا أرحم الراحمين. اللهم وفق جميع علماء المسلمين لبيان الحق والدعوة إليه. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم أعداء الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أدر عليهم دوائر السوء، اللهم اشدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك. اللهم صدع بنيانهم وشل أركانهم وجمد الدماء في عروقهم وأرنا بهم يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وأبي بن خلف. يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز، اللهم كل إخواننا المضطهدين في دينهم في سائر الأوطان
اللهم عجل لهم بالفرج والعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع الضر عن المتضررين والاضطهاد عن المضطهدين وفك أسر المأسورين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم وفقهم إلى ما فيه الخير لأوطانهم وأمتهم يا رب العالمين. اللهم وفقهم إلى ما فيه غض أبصارهم وتحصين فروجهم يا رب العالمين. اللهم اجمع قلوبهم على الهدى والحق يا رب العالمين. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم قهن شر التبرج والسفور والاختلاط، اللهم ارزقهن الحجاب والعفاف والحشمة والحياء، وصنهن أن يفتن أو يفتن يا سميع الدعاء. اللهم اجعلهن قرة أعين لأزواجهن وأولادهن يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا برفع راية الإسلام خفاقة في كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين. اللهم أقر أعيننا بإعادة المسجد الأقصى إلى بلاد المسلمين. اللهم أقر أعيننا بإعادة المسجد الأقصى إلى بلاد المسلمين. اللهم طهره من الغاصبين وأخرجهم منه أذلة صاغرين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم وكما جمعتنا في هذا المكان المبارك وفي بيتك المقدس وفي مسجد نبيك صلى الله عليه وسلم، فاجمعنا في المسجد الأقصى يا رب العالمين، واجمعنا في دار كرامتك ومستقر رحمتك يا حي يا قيوم. اللهم تقبل دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أحلمك، سبحانك ربنا ما أعدلك. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. إلهنا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة مقبولة مباركة على من قرأها،
وسمعها وحضرها وأمن على دعائها يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا عند ختم القرآن وتجاوز عنا ما حصل من خطأ أو نسيان أو زيادة أو نقصان، يا منان يا رحيم يا رحمن، إلهنا وخالقنا ومولانا ورازقنا، هل في الوجود رب سواك فيدعى؟ أم هل في الكون إله غيرك فيرجى؟ لا إله إلا الله، إلهنا ما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك، وما ألطفك بمن سألك، وما أرأفك بمن أملك. أنت ملاذنا إذا ضاقت السبل، وأنت ملجأنا إذا انقطعت الحيل. اللهم هؤلاء عبادك أتوا إلى رحابك من كل فج عميق، يرجون رحمتك ويخشون عذابك، تركوا أموالهم وأهليهم وأوطانهم وأولادهم وأعمالهم، يريدون جنتك ويخشون عذابك، رفعوا أكف الضراعة إليك وذرفوا الدموع. اللهم فأعطهم سؤلهم، اللهم أعطهم ولا تحرمهم، وزدهم ولا تنقصهم، وأكرمهم ولا تهنهم، وآثرهم ولا تؤثر عليهم. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على حبيبنا محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. اللهم صل عليهم ما زهرت النجوم، وصل عليهم ما تلاحمت الغيوم. اللهم صل عليهم ما أشرق الضياء ولاح، وصل عليهم ما تعاقب المساء والصباح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد